ونروح بقى لبرلمان او مجلس الاموات اللي هو مجلس النواب، مجلس حنفي. لما تسميه مجلس الاموات مش لان كل اللي فيه اموات معنويا ما لهمش راي وما لهمش قيمه وما لهمش تغيير على الواقع السياسي او الواقع النيابي اللي احنا عايشينه، لكن بالفعل لان المجلس ده لحد النهارده في اقل من شهرين ودع 4 من اعضائه، منهم 3 ماتوا قبل الجلسه الاولى، جمال حجاج عضو مجلس النواب عن بنها، وحسن عيد عضو مجلس النواب عن السويس، ومجدي فته او فوزي فته عضو مجلس النواب عن دايره اجا. النهارده ايضا البرلمان بيودع سياده اللواء سعد الجمال الحاله الرابعه بالمجلس الجديد، واللي توفى اليوم عن عمر ناهز 75 عام، وهو النائب عن قطاع شمال وجنوب الصعيد. طبعا اللي متابع سياسه من زمان يعرف سعد الجمال وما له من صيت واسع في الصعيد السياسي المخضرم اللي ورث الدايره كابر عن كابر، وسياده اللواء كان بينجح كده انا اللي هنجح. النهارده يعني حصلت حاجه كده تقول لك البرلمان ده ماشي ازاي، بعيدا عن ان كل الناس اللي موجودين في البرلمان نجحوا رغما عن انف الشعب. يعني اللي جابوا حزب مستقبل وطن نجح حتى لو الشعب مش عايزه، واللي عينه عبد الفتاح السيسي بقى عضو في البرلمان حتى لو الشعب رفضه، كلهم اما مرتشين او فلول او ضباط او لواءات او رجال اعمال، وفيهم بعض الناس الشريفه او الناس الكويسه. النهارده اعلن يعني النظام الداخلي للبرلمان، برلمان حنفي، عن تصعيد اسماء سعد الجمال بنت الراحل اللواء سعد الجمال عشان تبقى خليفه لابوها بمبدا البرلمان برلماننا، واللي يموت فيها نخله ابنه يورثه، زي ما كان بيعمل حسني مبارك وكان عايز يورث جمال حكم البلد. النهارده كمان عبد الفتاح السيسي بيعمل داخل البرلمان، وقال لك انه تبعا لقانون مجلس النواب رقم 46 لسنه 2014 الذي ينظم كيفيه التصرف القانوني حال وجود مقعد شاغر في مجلس النواب، وده الماده 25 من القانون، اذا خلى مكان احد الاعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مده عضويته بست شهور على الاقل يتم اجراء انتخاب تكميلي، اما اذا كان الخلو لمكان احد الاعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله احد المترشحين الاحتياطيين. وطبعا القوائم دي بتاعتهم هم اللي بيولفوها وهم اللي بيكيفوها، فالاحتياطي بتاع سياده اللواء كان سياده النائبه بنته الاستاذه اسماء سعد الجمال، واللي مات سياده اللواء فطلعوا بنته مكانه، وكأن البرلمان برلمان ابوهم، او كأن البرلمان اتحول لعزبه بيورثوها كابر عن كابر، زي ما سعد الجمال ايضا ورث الدايره دي كابر عن كابر.